معلش عرف نفسك تاني. معلش اتفضل. مع حضرتك وهتيب عبد الحليم خليفه. مهندس طيران والحقيقه مارست أنشطة كثيرة في مجال الهندسة وفي مجالات إدارية أو مجالات التسويق ومجالات الترجمة. مجال الدعوة للدين الإسلامي، مجال بتاع الحوار بين الثقافات وبين الأديان. هي يعني ليها أنشطة مختلفة يعني إلى جانب النشاط الهندسي يعني. بالنسبة للبلاغ بقى شايف بالنسبة للبلاغ ده مقدم ضد الحكومة المصرية من الحقيقة كنت رافع هذا البلاغ قبل الثورة يعني. مقدم ضد حسني مبارك وأحمد نظيف وفتح سرور وصفد شريف وحبيب العدلي على أساس الجرائم اللي ارتكبت خلال 30 سنة ضد الشعب المصري. مقدم لمستر لويس مورينو كامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. بتهم حسني مبارك والحكومة بتاعته بأنه مارسوا لمدة 30 سنة في قهر وظلم الشعب المصري وحرمانه من حرية التعبير وحرية الثقافة وحرية الصحافة وحرية إبداء الرأي وحرية الاجتماع. يعني قانون الطوارئ الحقيقة بيحرم الشعب المصري تقريبا من كافة الحريات الإنسانية اللي بيقدر يمارسها أي بني آدم في أي دولة مهما كانت متقدمة أو متخلفة. يعني دلوقتي ان الانسان المصري ما يبقاش ليه حريه كان التجمع اكتر من 3 أو 5 اشخاص ده مثل جريمه. ده قانون الطوارئ بيقول كده. قانون الطوارئ بيتيح الفرصه للشرطه بتاعت حبيب العدلي انها تقبض على اي انسان بدون تهمه. جاستن يشك فيه يقدر يرميه في السجن شهور وسنين. قانون الطوارئ يمنع كان بيمكن حسني مبارك والبطانه بتاعته انها تحبس حتى الاشخاص اللي المحكمه ما ادنتهمش او المحكمه اصدرت قرار بالافراج عنهم وما زالك يستمر برضه في انه يكون افضل محبوس في معتقل بدون ان اهله حتى يعرفوا هو موجود فين او يقتلوه برضه من غير ما. فقانون الطوارئ كان مدي كارت بلانش للحاكم انه يتصرف في البلد انها عزبته. يقدر يسرق زي ما عايز، فيش حد يقدر يجازيه، يقدر يرشي ويرتشي، يقدر يستولي على كل الثروات بتاعت الشعب، يقدر يتحكم في الشعب زي ما عايز، في الوقت نفسه يحكم يمنع الشعب ان هو ينطق بكلمه ضده، سواء كان في جورنان، سواء كان بيعبر عنها في يوقف في الشارع يعبر عنها، سواء ان هو يقدم شكوى ضده في اي مكان، يعني يظلمه في الوقت نفسه يمنعه ان هو يكمم. وصل القانون الطوارئ والكبت اللي كان فيه الشعب المصري ادى بس هنا محليه بنعملها هنا ادى الى ان الشعب المصري مصر تحتل تصل المرتبه 112 على العالم اقتصاديا. بمعنى ان دلوقتي ان الدخل المتوسط الدخل الشهري للفرد المصري هو حوالي 900 جنيه شهريا عباره عن 5% من الدخل في الدول المتقدمه. يعني شخص في الدوله المتقدمه سواء كان في الدول الاوروبيه او امريكا او بعض الدول العربيه بياخد 20 او 22 الف جنيه في الشهر، ده المرتب بتاعه. 22 مرة قد الشخص الفرد المصري. طب سر البلاغ بقى، هل في رد على البلاغ ولا ايه سر؟ جاء رد من المكتب بتاع لويس مورينو اوكامبو ان البلاغ قيد البحث وان هيخبروني باي تطورات وانهم محتاجين مزيد من الادله دي. انا جمعت بعضها وارسلتها وبعض الاخر في سبيل ان انا ارسله، سواء من الناس اللي اتظلموا، الناس اللي اتحبسوا، الناس اللي اتقهروا. في الحقيقه في جرائم تمت في عهد حسني مبارك ليها طابع جرائم جماعيه، جرائم يعني في منطقه امبابه مثلا من حوالي 20 سنه اوائل التسعينات تقريبا. منطقه امبابه كان العساكر بتوع الامن المركزي عشرات الالاف منهم راحوا موتوا يمكن الافات في امبابه، اغلبهم بتوع اخوان المسلمين يعني في انتفاضه كانوا عملوا. فهو للاسف الشديد يعني يمكن حاجه زي كده مرت مرور الكرام، كانت ايام الحرب بتاعت الخليج سنه 91، وبالتالي ما فيش حد يمكن اخذ باله منها. لكن مات الافات. المصريه في التسعينات حدث فيها قتل كتير كذلك مظبوط. وفي طيله الفتره بتاعت حسني مبارك على يعني مئات الالاف من الناس الابرياء اغلبهم مثقفين بدون تهمه يترموا في السجون لمده عشرات السنين، يتعذبوا، تصادر اموالهم وبدون اي تهمه توجه اليهم. فدي من الاتهامات المواجهه ضد حسني مبارك. اولا ان حسني مبارك والمدعي عليهم الاخرين
شاركه لمدة 30 سنة في قهر الشعب المصري وحرمانه من حقوقه الإنسانية وحقوق الحقوق الأساسية بتاعت الإنسان اللي نصت عليها كافة الأديان وكافة المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. أن حسني مبارك والمدعي عليهم والآخرين أخلوا بالقسم بتاعهم. المفروض أن حسني مبارك في بداية الحكم بتاعه كذلك بقية المتهمين الآخرين بيقسم أن يحمي ويرعى رعاية كاملة حقوق الشعب، بينما هو أخل بل سرق الشعب بتاعه. يعني عمره ما شفته رئيس بيسرق الشعب بتاعه كأن أب بيسرق أولاده، يعني موقف غريب يعني. فهو أخل بالقسم بتاعه، دي لوحديها يعني دي لوحديها بتمثل تهمة، أن يخل بالقسم اللي أقسمه أن يرعى رعاية الشعب رعاية كاملة. أن حسني مبارك والآخرين طب وجهة نظر حضرتك كيف عدم سرعة محاكمة هؤلاء الفاسدين في مصر الآن بعد الثورة؟ هو للأسف الشديد أن المفروض كان بنفس نمط الثورة أن يتم محاكمة هؤلاء المجرمين الحقيقة، يعني محاكمة سريعة محاكمة ثورية. لكن ما المحاكمة اللي ماشي الأسلوب اللي متبع حاليا هو المماطلة في المحاكمة، وإن دلوقتي الثورة قامت تقريبا بقالها 6 أشهر ومع ذلك ما فيش نتيجة. دي كان مفروض محاكمة ثورية سريعة يفصل فيها سريعا بدون الإجراءات الروتينية وبدون التكنيكاليتيز والفنيات اللي بتتاخد في المحاكمات العادية، بحيث إن ما يحصلش مماطلات ومن محكمة الجنايات لمحكمة النقض، محكمة النقض ترجع تاني لدائرة تانية مش عارف ايه، وبعدين يطلع فيه ثغرة في دليل مقدم، وبالتالي الراجل يطلع في الاخر المجرم ده يطلع في الاخر براءة. الاسلوب ده ما ينفعش، خاصة في 1000 استشهدوا في الثورة، في 10,000 واحد اصيبوا، دول طالبين قصاص وقصاص سريع، لان دي ثورة. مش الجاني الحرامي الفاسد المجرم ده اللي هبنطبطب عليه وبنقول هل مستشفى السجن، هل السجن المستشفى بتاعته مكيفة ولا مش مكيفة عشان البي يروح يقعد فيها. المفروض ان ده يترمي زي اي كلب سوري في اذا كان الاشراف اترموا في المعتقلات في الواحات وفي الوادي الجديد بدون اي تهمه وتعاملوا معامله غير ادميه. فاولى ان دول المسلمين المجرمين دول اللي يشهد على ظلمهم الشعب كله. يعني انت بتطلب ان انا اجيب لك شاهد واحد في اي قضيه، انا ممكن اجيب لك 80 مليون شاهد ان دول مجرمين، ده يتحكموا ويتعدموا في مكان في ميدان التحرير في المكان اللي اتقتل فيه ال1000 شهيد. هو ده الحكم فعلا والقصاص اللي الشعب المصري بيقبله. شكرا.